طبعا زي ما حضراتكم عارفين انتوا بتتابعونا يوميا وعارفين ان احنا مفيش حلقه بتخلو من يعني الاستفسار عن المستجدات واخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه ونشاطاته المختلفه في فروعه المختلفه، وده اللي هنعمله دلوقتي حالا مع كل حضراتكم ومع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم اللي منوره الدنيا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل أخبار النادي الأهلي فرقه الرياضية المختلفة وكمان الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خلوني قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي أهنئ اللاعبة هنا جودة، يعني الحقيقة فتاة الذهب أو زي ما أطلق عليها الجماهير اللاعبة المعجزة، طبعا بعد تتويجها ببطولة البرتغال الدولية واكتسحها لبطلة روسيا 3-0. يعني الحقيقة أداء مشرف جدا ونموذج مشرف للاعبة المصرية، وطبعا كل العالم بيتنبأ لها بمستقبل مشرق، طبعا بنتمنى لها كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا بقى دلوقتي نبدأ فقرة أخبار النادي، وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت السوبر المصري. يعني خلاص مباراة غدا هتكون طبعا أمام فريق طلائع الجيش في تمام السابعة مساء في الأسكندرية، بنتمنى طبعا كل التوفيق لفريقنا. خلوني أقول لكم إن جميع الأعضاء طبعا يتحدثوا على المباراة في حالة من الترقب والتشوق لمباراة غدا، يعني مباراة بطولة كمان بعد فترة توقف طويلة. الجميع منتظر المباراة، منتظر انه يشاهد الصفقات الجديدة وكمان يطمئن على فريق النادي الاهلي قبل الموسم الجديد. طبعا بتمنى تاني لكل رجال فريق النادي الاهلي كل التوفيق في مباراة غدا، وان شاء الله السوبر المصري لعام 2021 هيكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ بلعبة كرة السلة. طبعا رجال كرة السلة بيواصلوا استعداداتهم، هيكون عندهم سامي فاينل يوم الأربع القادم أمام فريق مصر للتأمين أو طلائع الجيش. الفائز في الفريقين هيواجه الأهلي يوم الأربع القادم، إن شاء الله يقدروا يتخطوا عقبة الفريق ويتأهلوا للنهائي اللي هيقام يوم 25 أو يوم السبت القادم. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني كمان أقول لكم انه كابتن رؤوف عبد القادر طبعا مدير النشاط الرياضي بالنادي كان اعلن امس عن صفقتين في النادي الاهلي. الصفقه الاولى طبعا مع اللاعب الامريكي مايكل فكوادي، تعاقد مع النادي الاهلي، هو بيلعب مركز رابع، ويمكن كمان اللاعب مايكل تم التعاقد معاه عشان يدعم صفوف الفريق في بطوله الانديه العربيه اللي هتقام يوم 29/9. وطبعا رجال كره السله عندهم هدف واحد، هو الحصول على هذه البطوله طبعا وامتاع الجماهير زي ما عودونا دايما. كمان أمس تم الإعلان عن التعاقد مع اللاعب عمر عزب لمدة 4 مواسم. اللاعب قادم من صفوف سموحة وطبعا بيلعب مركز بلاي ميكر أو مركز أول، بنتمنى له طبعا كل التوفيق بجانب الصفقات اللي كان تم الإعلان عنها سابقا، سواء اللاعب مروان سرحان أو المحترف الأمريكي مايكل تومسون، إن شاء الله يعملوا موسم استثنائي مع النادي الأهلي. كمان شباب السلة 14 سنة قدروا يحققوا فوز على فريق القاهرة بنتيجة 86-11 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. الحقيقة المباراة شهدت أداء كبير جدا من شباب كرة السلة، كانوا مستحوذين طوال المباراة، بادئين الموسم بشكل قوي، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان منتخب مصر للسيدات النهاردة عندهم مباراة مهمة جدا أمام السنغال في البطولة الإفريقية اللي بتقام في الكاميرون. الحقيقة أن الفريق كمان كان عنده مباراة أمس أمام غينيا وشهد تألق كبير جدا من سداسي النادي الأهلي المشارك مع المنتخب، سواء نادين السلعاوي، ثريا محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، ندى نافع أو نور طلعت. ويمكن كان التميز على رأسهم للاعبة نادين السلعاوي اللي قدرت تحقق 22 بوينت. طبعا بنتمنى كل التوفيق للاعبينا وكمان أيضا لمنتخب مصر، وإن شاء الله النهاردة يقدروا يفوزوا على منتخب السنغال. ده فيما يخص أخبار كرة السلة. خلونا كمان ننقل لكم أخبار كرة اليد. سيدات كرة اليد بيواصلوا استعدادهم للموسم الجديد اللي يمكن بدأ بالفعل وواجهوا فريق حلوان وقدروا يكسبوا بنتيجة 48-4. كان طبعا في سيطرة كبيرة جدا من سيدات كرة اليد طوال المباراة، ويمكن لما اتكلمنا مع سيدات كرة اليد وأيضا كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق، قالوا لنا ان هم عندهم هدف واحد بس، وهو تحقيق موسم استثنائي زي الموسم اللي فات والتتويج بجميع البطولات. طبعا احنا كنا متابعين اخبارهم الحقيقة خطوة بخطوة في فترة الاستعدادات، كان في تركيز كبير جدا، كان عندهم هدف واحد هو
تحقيق جميع البطولات والاستعداد للموسم الجديد بشكل قوي جدا، شكل يليق طبعا باسم النادي الاهلي. بتمنى كل التوفيق لكل الفرق الرياضيه. دي اخبار الفرق الرياضيه. خلوني كمان زي ما عودناكم دايما انقل لكم الاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في النادي في حاله من النشاط، يمكن كمان بعض الاعضاء بيواجهوا الرياضه منذ الصباح الباكر، ويمكن كمان في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه لمقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني دي كانت اهم الاخبار. معاكم لو عندكم اي استفسارات العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. استفسارات ولا غيره، مالكيش بذمتنا غير كل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم مراسله قناه النادي الاهلي. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه ونشاطاته المختلفه في فروعه المختلفه.